السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفة جديدة اللي هي غراتان بالتنجان وبطاطا والكفتة. بسم الله ندوزو للطريقة. عندي الدنجال نحيدو ليه هادي، كنديرو دوار دوار. أنا الدنجال غادي نقليه وبطاطا تاهي غادي نقليها. غير هو تنقردوه يكون قد قد. ندوزو للطريقه الاخرى ديال هنايا ديال الدنجال، وهنايا بطاطا حتى هي غادي نديرها دوار دوار. ها هو الدنجال وبطاطا قليتهم في الزيت، ها هما خليتهم حتى يبردوا. دابا غادي ندوز نحضر معكم الكفته. هنايا ها البصله، شلطت البصله ودرت فيها دريس ديال الثومه، نشعلها ندير فيها مليحه. بسم الله، نص معلقه ديال الملح، والبزار حتى هو نص معلقه. ندير الزيت. بسم الله، ونخلي البصله حتى تنزل، وندير الكفته. هنايا درت نزيد شويه ديال القزبر اليابس، تيجي زوين مع الكفته. وهنايا عندي لاصوص طوماط، ها هي لاصوص طوماط، غادي ندير معاها حتى هي شويه البزار. شويه الملح، زدت شويه القزبر ومعدنوس هنايا، وزدتو هنايا في لاصوص طوماط حتى هي. دابا غادي ندير الكفته. هنايا عندي شجل شي 400 غرام ديال الكفته. وهنايا غادي ندير شويه الزعتر في لاصوص طوماط. هيا لاصوص طوماط وجدات، هيا الكفته حتى هي وجدات، والدنجال وبطاطا والفرماج للتزيين. دابا بسم الله ندوزو للطريقه. بسم الله، البطاطا هي التحتانية، ندوزو نديرو كفتة. نديرو الفرماج.
عندي سلطه الدجاج هنايا درت طبقه ديال الدجاج درت فوقها مطيشه دابا ندير شويه الكفته حتى هي الفوق ندوز ندير البطاطا هنايا درت طبقه ديال البطاطا ودرت عليها لاصوص طوماط دابا غادي ندير الفرماج وهنا ندير الطبقه ديال الدجاج اللي بقى ندير طبقة الكفتة اللي بقات هاني درت طبقة ديال الكفتة ونديرو هكا الطريقة باش ينسجمو كلشي العناصر وعاد بقات ليا الطبقة ديال الفرماج وهنا بقات لينا طبقة الفرماج نعاود نديروها ونخليو شويه الفرماج حتى تخرج من الفران ونعاودو نديروه حتى هو تيجي زوين تتبقى معلكه ها هو الكغاتان دابا غادي نديرو في الفران غادي نشعل عليه شويه لتحت وشويه ثاني الفوق باش يتحمر هذا الفرماج ها هو الكغاتان اللي وجدت معكم ها هو الكغاتان اللي وجدت معكم نتمنى يعجبكم وما تنساونيش من لايك وتابوناو عندي في لاشين والى فيديو قادم ان شاء الله السلام عليكم